كمان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب والشيوخ طلعوا برضو بيان يردوا على البيان اللي خرج من البرلمان الأوروبي، وبرضو كان يعني بيعتبروا طبعا هذا البيان تدخل سافر في يعني في حق الدولة المصرية وفي الأوضاع الداخلية، وقالوا أن مصر دولة ليها سيادة وإحنا بنرفض أي تدخلات خارجية، ويعني إحنا عندنا آلية بيبقى فيها لها علاقة بالاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وده الشغل اللي بيتم وده المتعارف عليه وده الحاجة يعني الصحيحة والسليمة ولازم يتم البناء عليها. تفاصيل كتيرة خليني أسمعها. طيب مش لسه مش جاهز معانا، بس على كل الأحوال البيان اللي خرج من التنسيقية كان بيان برضو شديد اللهجة وفنت كل هذه الأكاذيب اللي خرجت من البرلمان الأوروبي، واتكلموا على أنه برضو نفس اللي كنا بنتكلم فيه، اتكلموا عندكم عنكم على اللي بيحصل عندكم، الأوضاع الموجودة عندكم، أوضاع المهاجرين واللاجئين وكل الانتهاكات اللي بتتم بالنسبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان قبل ما تتكلموا على دولة تانية وتفرضوا نفسكم أوصياء عليها.